يقول أنا يا الحسن زواري شوف شلون ضيفوها وانت وسف زوارك يهينوها ويشتموها حتى من السلام عليك يا مسموم منعوها ضما إلى صدره قال لي بني ارجع إلى الخيمة لا تفجعني ارجع ولدي بارك الله فيك أنا توي جايب الأكبر مقطع ما أتحمل بعد أحمل شباب رجع إلى الخيمة لكن مكسور القاسم مكسور ذكر أمه أكو رواية موجودة أن أم رملة قالت إليه ترى أبوك الحسن ترك لك عودة رسالة إذا نزل هم وغم بولدي فليقرأها قال بعد هم مثل هاليوم ماكو بعد هم مثل هاليوم ما في راح إلى صندوق الحسن أخذ الرسالة فتحها من الحسن ابن رسول الله إلى القاسم ابن الحسن أما بعد يا ولدي إذا كان يوم عاشور ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين فلا تقصر في نصرته طلع من الخيمة ينادي عمي حصلت الرخصة عندي الرخصة حصلتها من هو اللي عطاك الرخصة يا ولدي قال المسموم عطاني الرخصة يا عمي قال الحسن أخويا أعطاه الرسالة قرأها الإمام الحسين فهم معناها توجه إلى البقيع السلام عليك يا أبا محمد السلام عليك أيها المضطهد المظلوم أبو محمد تبغي تفجعني بولدك اليوم اليوم ما يضل شباب عندي أخذ إيده حط إيده بإيد القاسم قال لي تعال تعال يا ولدي أنا بعد عندي وصية أدخله إلى خيمة الحسن طلع صندوق الحسن عمامة الحسن قسمها قسمين قسم على رأس القاسم والقسم الثاني لفه على جسده كهيئة الكفن لما زينب شافت الولد نادت وحسنا وأخا أبو علي وين مود الولد ملبسنا تلبيس الأجفان وين مودنا أبو علي قال حقوق الأخوة يا زينب زفاف المنية يا زينب قومي يا زينب للحسن بنأدي حقوق قومي يا زينب للحسن بنأدي حقوق خلي البواكي ونشف دمعك المدفوق قالت ألبسها وخلي الجيب مشقوق وأقول عريسك يا سكنة تفقدينا كيف العرس يا حسين وانت مالك أعوان وجاسم شباب وبالزفاف يريد شباب والخيم بس ايتام تتصارخ ونسوان وحدك تزف وخيك العباس وين وحدك تزف ومن اخوانك ما حد وياك والنبل يترادف عن شمالك واما اني باذوب من ضجت يتاماك ومن البواج الحرم راسم شيبين يلا يلا زفاف المنية زفاف المنية الحسين ايده بايد القاسم زافين شباب الى قبره انتو شايفين الام شلون شايفين اخواته يمشون ورا القاسم امه ليلى زينب سكينة يودعون القاسم قالت لي زينب وين رجالك ابو علي لا عندك العباس الاكبار وين راحوا كلهم قال الحين اناديهم يا زينب الحين انخيهم يا زينب يلا احنا بعد ويا شي يقول يا ابو الفضل شفت ظل اعلى الثرى نايه
قوم بعجل نبغي نزف ولد الأخو جاء وانتظروا يا نسوان يمكن تجي الشبان وانتظروا يا الله يعودك يمكن تجي يا ابني علي وين رحت وين نبغي نزف جاسم على سكينة وانتظروا وانتظروا يا يمكن تجي يمكن تجي اسمع اسمع نادوا حبيب ابن مظاهر صاحوا بالوالي خلوه يحضر هالعرس ما عندي ليه شاهد وانتظروا يا يمكن تجي يمكن تجي آجركم الله وضع يده في يد الشباب وأخذه إلى المعركة ضمه ضم الوداع ولدي في أمان الله في دعة الله عظم الله لكم الأجر تقول الروايات طلع ولد وجهه كأنه فلقة قمر من خيمة الحسين حاملا سيفه في يمينه وهو ينظر إلى الأعداء قائلا إن تنكروني فأنا نجل الحسن إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المرتجى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يقول حميد بن مسلم وكان إلى جانبي ابن الأزدي عمرو بن الأزدي قال لأثقلن عمه الحسين آجركم الله أحسن الله عزاءكم بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه أبا ابن الكرام أن ينزل إلى المعركة حافيا فانحنى على نعليه شد عليه ابن الأجدي رافعا سيفه فاتحا باعا وضرب الشباب على رأسه ساعد الله قلبك أبو علي صاح الولد عم حسين عليك مني السلام تقول الرواية انقض عليه الحسين كالصقر تمدد إلى جانبه ولدي 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 قتلوك وما عرفوك خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك هذا يوم قل واتره ولدي عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك شال الولد المدلل على صدرك رجل القاسم تخطان الآر تقول حميد ابن مسلم تعجبنا هل هو قصر بالحسين؟ حسين بطل أم هو طول بالقاسم القاسم 13 سنة يقول دققنا النظار وإذا الحسين يمشي محني الظهر الله يساعدك يا أبو علي جاب الشباب مدده إلى جانب الأكبر وتمدد بينهما ساعة يقبل القاسم وساعة يشم الأكبر يقول يا شبان يا شبان بالله لا تولنون
تصدعون قلبي من تحنون شبان مثل الورد تزهون والله جابه ومدد ما بين خوته قاعد عدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمع عن النسوان صوته اجت رملة تصيح الله أكبر دخل الزينب على الحسين متمدد بين الشبان قالت لي أبو علي قوم لقد وصلت الأم الفاقدة اجت رملة قام الحسين يلطم على صدره وولدا دخلوا رملة لكن بأي حالة واحدة تعضد عن يمينها والثانية على شمالها فاقدة ولد اجت إلى الولد الغالي تمددت عليه ولدي 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 ساعة قبله ساعة شمه ساعة ضمه مدهوشة مدهوشة الأم شو تقول إليه الله يساعد الأمهات اللي يفقدون الأم عيونها على الولد من صغره تريد تزفه تأخذه من إيده تودي إلى عروسه وإذا تشوفه قاعدة على قبره بدل ما تخلي المشموم في زفته تخليه على قبره تقول يا ابني يا جاسم يا بدر يا ريت ضماني القبر مني نفذ يا ابن الصبر ما اريد ان اني بعدك عمر جابوك يا ابني يا شباب مقتول وبراسك صواب ومخضب بدمك خضاب يا ابني عليك القلب ذاب ويلي رتاك أني لي سنة تكبر وزفك يا الولد قال الدهر سكتي بعد ما يرجع ولادك أبد بعد هذا التصور بعد هالتصور يقول لما رجعت المدينة انت تظن الأم اللي تدفن ولد شايف انها تروح إلى غرفته تشم هدومه ترتبها كل ليلة أولادها يقول لها يما أخونا راح وانتين كل يوم تترقبين رجوعا هذه رملة لما رجعت المدينة يقولون مرت عليها زفة أولاد ولد زافينا اطالع من شقوق الباب وإذا تشوف أصحاب القاسم لابسين اللباس الجديد انفجعت الأم أخذتها عاطفة الأمومة تقول يا شبان يا شبان ما مر بكم أولاد والله ضايع ضايع لما بليلة العيد والله فقد الوالدة الأولاد همجيد إيه فقد الوالدة الأولاد أدهمتي بعد يستاهل وما يستاهل يستاهل الحسين حاملنا على صدره والنساء من خلفه يلطمنا على الصدور وإحنا بعد وياهم يالذي على المشرع ظلت رامية جثاته هذا جاسم زافينا ها ضعاي هذا جاسم زافينا انهضوا عاين كان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلت فزي عشبول الهواشم قوموا زفوها الولد وصل اسفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجري ونا والقلوب مفتتة بس حريم الجري ونا والقلوب يا علي يا علي قوم بسك يا قمر عدنان من نوم التراب
وقض اخوانك وقوموا بعجل زفوا هالشباب، والذوايب سرحوها والبسوا جديد الثياب، وانت اخو قدام جاسم كان تنشف دمعاته، وانت اخو قدام جاسم كان يا علي يا علي. زينب تقول لا يا ابو سكنة فجاعتنا بهالنداء، عرس عدنا شلون يا ابن امي حيزنا الزيدة، يا الوالد نخي جنايز بالصعيد ممددة، دامع بن خي جاره وحسها تنعي زوجته، دامع بن خي جاره وحسها تنعي. الطم الطم مأجور. ورملة ما بين النساء، ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معويلة، رتان جفاف الولد ما بين قومه وكل هلا، ما دارت يصير عرس ابني بوادي كربلاء، ينظر بعينه على الغبرة عمامه واخواته، ينظر بعينه على الغبرة عمامه واخواته. يلا يلا بيت الدعاء واسألك الدعاء اجور. الله يعودك. شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصيب، والعرس ويا جنازه بيوم واحد ما يصير، قال وش بيدي وانا اضرب هالولد عمره قصير، لكن ابن امي وصاني شلون اخلي وصيته، لكن ابن امي وصاني شلون اخلي، لكن ابن امي وصاني شلون اخلي.